مساء الخير يا جماعة، دلوقتي احنا هنشتغل في المحاضرة الثانية في الأسبوع الثالث. إن شاء الله احنا ناقصنا بس الرابع ومرة واحدة في الخامس، يعني إن شاء الله ناقصنا 3 محاضرات. هنتكلم دلوقتي على، برضو احنا لسه شغالين مادة تحليل فني، بنتكلم على اتجاهات. دي المحاضرة الثانية في الفصل. عندي هنا بالنسبة للاتجاه الأفقي، بدأنا احنا نتكلم في الاتجاه الأفقي انه بيتم تناوله من خلال 1. قلنا هنتكلم على تعريفه، هنتكلم على الشكل بتاعه، هنتكلم على الاستراتيجية المناسبة، وبالتالي انت لازم تعرف ان في استراتيجية أساسية واستراتيجية مترتبة على هذه الأساسية، تمام، للاستثمار في ضوء هذا الاتجاه اللي هو الاتجاه. الاتجاه الأفقي او الاتجاه الجانبي او السايد وايز بيعرف بالسايد ويز، وبيكون فيه المرتفعات في مستوى واحد تقريبا، مش لازم على فكرة، تقريبا. وكما أن المنخفضات السعرية بتقف عند خط شبه أفقي بمستوى أقل، يبقى المنخفض السعري بتلاقيها عند خط شبه أفقي، يعني إلى حد ما ماشية مع بعض. يعني إذا كانت المرتفعات تقريبا في مستوى واحد، فالمنخفضات برضو تقريبا في مستوى واحد أقل أو أزيد. يعني أعمدة الأسعار في تلك الحالة بتكون متراصة جنبا إلى جنب، يعني بمعنى أصح لو حضرتك هتعملها بشكل أعمدة بقى بيانية، هتلاقي حضرتك إن الأعمدة قريبة من بعض، لأن الاختلاف في القمم أو في القيعان أو في أعلى رقم أنا وصلت له أو أقل رقم أنا وصلت له مش كتير خالص على فكرة، هتلاقيهم تقريبا مرصوصين جنب بعض، وبالتالي ده بيكون شكله. إحنا لسه عارضينه قبل كده. سايد وايز هتلاقيه برضو اهي القيمة بتاعتك تقريبا بتقل وبتزيد، يعني كانت عالية بعد كده وطيت بعد كده عيب بعد كده هبطت، فبتلاقيها ماشية إلى حد ما. خلي بالك القيعان بقى أو النقط اللي تحت اللي هي اللو أو أدنى نقطة وصل لها هي دي اللي قلت شوية، يعني إذا كانت القمم قلت فبرضو القيعان قلت بس بشكل مش ملحوظ إن هو نقدر نقول إن هو سلم هابط أو إن هو سلم صاعد، يعني فاهمني؟ بعد كده استراتيجية الاستثمار المناسبة بدأ يقول لي ان انا عندي خلال الاتجاه الرئيسي الجانبي او الافقي برضو عندي استراتيجية اساسية بتبدأ ان انت بقى تتداول عادي جدا. في واحدة كان فيها شراء بكثافة، في واحدة كان قال لك ان انا تمام، ببدأ ان انا بعد كده بيقول لي هنا بالنسبة للاستراتيجية الاساسية دي هي التداول في السوق، فبتبدأ تبص على ان الشراء لما السعر بينخفض والبيع لو السعر بيرتفع او ان انت تخرج من السوق. يبقى انت عندك حاجة من الاتنين، يا تتداول في السوق يا تخرج من السوق. لو هتتداول من السوق يبقى لازم تشتري لما يكون السعر منخفض وتبيع لما يكون السعر مرتفع، او الخروج من السوق. الشراء والاحتفاظ، قال لك ان انا عندي هنا بالنسبة للشراء والاحتفاظ يمكن ان يطبق اذا كان السوق بدأ يأخذ الاتجاه الصاعد، بينما الخروج من السوق اذا كان بدأ يهبط. يبقى تاني عندي هنا، يبقى الاستراتيجية الاساسية هي التداول في السوق، هشتري لو السعر بينخفض هبيع لو السعر بيرتفع، او ان انا اخرج من السوق. طيب تاني حاجه، ممكن اعمل شراء واحتفاظ، ممكن ان يطبق اذا كان السوق بدا ياخد اتجاه صاعد، اشتري واحتفظ، لكن هتخرج من السوق يبقى في حاله الاتجاه الهابط او بدا السوق دي المحاضره التانيه في
وبالتالي يمكن تلخيص خطوط الاتجاه كما يلي: إما أن يكون اتجاه صاعد وهو باللون الأخضر، فبالتالي في higher highs and higher lows، وبالتالي هو عبارة عن درجات سلم صاعدة بدأ ياخد بعد كده sideways trend اللي هو الأزرق، فبدأ يمشي تقريبا جنب بعض بسيمترية تامة، ممكن يقل شوية أو يزيد شوية لكن ماشي طبيعي يعني ما فيهوش اي قلق. بعد كده ممكن يعمل داون ترند، فهو دوت باللون الاحمر، فبالتالي في lower highs، بدأت الهايز بتقل واللو نفسها بتقل، تمام. هي هنا في lower high الاحمر، على فكرة الجانب الاحمر في lower high ان الهاي بتقل واللو كمان بتقل lower low، يبقى المفروض ان هي lower low. دي الرسمه انا منزلها بس هي كده فيها غلطه، يعني هنا في الداون، في الداون ترند هيبقى عندك lower high ولور low. كده نبقى خلصنا كمان المحاضره الثانيه في الاسبوع الثالث، وهنبدا ان شاء الله المحاضره الاولى في الاسبوع الرابع، واصلا محاضرتين في الاسبوع الرابع ومحاضره في الخامس. معاكم سميرة علام، ميرسي جدا.